متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت إلى استمرار وجود بعض الأتربة المثارة في المناطق الوسطى من المملكة، والتي عملت على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل متوسط. على الجانب الآخر، تشكلت سحب ركامية رعدية اليوم في مرتفعات جنوب غرب المملكة، وحطت على إثرها بحمد الله كميات جيدة من الأمطار في تلك المناطق، في حين ظهرت بعض السحب غير الممطرة في مناطق مختلفة من المملكة خلال ساعات النهار. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، تنشط سرعة الرياح الجنوبية غدا الجمعة الجنوبية والشرقية في مناطق مختلفة من المملكة، تعمل على إثارة الأتربة والرمال سيما في مناطق القصيم وحائل، وصولا إلى أجزاء من الجوف، وأيضا وصولا إلى بعض المناطق الشمالية الغربية من المملكة. كما تلاحظون رياح قوية نوعا ما في أغلب المناطق ذات الاتجاه الجنوبي، وبالتالي موجات غبارية متفاوتة وعلى فترات يتوقع أن تنشط على المناطق الغربية من محافظة الرياض، أجزاء من القصيم وحائل سكاكا وعرعر، وأيضا أجزاء من رفحاء، بالإضافة إلى مناطق الطريف والقريات التي يتوقع أن تصل إليها بعض الموجات الغبارية. رياح قوية للغاية على مناطق القريبة أو ما بين تبوك والمدينة المنورة، ربما تثير بعض الأتربة والرمال، كذلك الحال في بعض الأجزاء الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما نهار أو مساء يوم الجمعة، هذا كان الأمر خلال ساعات النهار يوم الجمعة، مساء يوم الجمعة بشكل عام تشتد رياح شرقية على المناطق الشمالية من المملكة نتيجة تعمق لمنخفض جوي، يتوقع أن تحدث موجات غبارية كثيفة على مناطق الجوف وعرعر وأجزاء من رفحاء. وكما تلاحظون تندفع هذه الرياح لاحقا إلى داخل الأراضي الأردنية، وتكون مصحوبة بتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية سيما على مناطق البادية الشرقية. أما يوم السبت فيتوقع أن تنشط سرعة الرياح في مناطق أقرب للعاصمة الرياض، وتصل إلى أجزاء من القصيم وحفر الباطن وعموم المناطق الشمالية من المملكة. كما تلاحظون هناك رياح شديدة متوقعة عقب ظهر يوم السبت على كامل وطول المناطق الشرقية الشمالية والشمالية الغربية، بالإضافة لبعض المناطق الوسطى. هذا الأمر سيعمل على تشكل موجة غبارية كثيفة على هذه المناطق التي بدورها تتحرك لاحقا باتجاه المناطق الوسطى والشرقية من المملكة خلال ساعات نهار يوم الأحد. إذا هذه توقعات الغبار صباح يوم الجمعة، موجات غبارية كثيفة ربما تكون على المناطق الغربية من الرياض، ليست المدينة إلى محافظة الرياض، بعض أجزاء من القصيم وحائل، وصولا إلى المناطق الشمالية من المملكة، وتستمر هذه الموجات الغبارية وتشتد في المناطق الشمالية كما تلاحظون عبر الرياح الشرقية على مناطق سكاكا وعرعر ورفحاء وبعض الأجزاء القريبة من حائل، وتنتقل باتجاه مناطق أقرب إلى داخل الحدود العراقية والأردنية، بعض الأتربة المثارة في مناطق مختلفة من المملكة. لكن يوم السبت تنشط الرياح الجنوبية الغربية التي تعمل على إثارة الغبار في مناطق مختلفة ما بين الرياض والقصيم، وكذلك عموم المناطق الشمالية التي ستوقع أن تشهد موجات غبارية كثيفة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية خلال الأيام القادمة، إذا هذه الليلة يوجد فرصة ضعيفة لبعض الأمطار المحلية الخفيفة في مناطق محيطة بالعاصمة الرياض. بالنسبة لنهار يوم غد تنشط السحب الركامية الرعدية على مرتفعات الطائف وربما حتى مكة المكرمة لأول مرة منذ فترة، بالإضافة لمرتفعات باحة وأبها وأيضا مرتفعات عسير وعموم جنوب غرب المملكة، وتمتد بعض من هذه الزخات الرعدية إلى بعض من مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء قريبة من القصيم بمشيئة الله تعالى. مع ساعات المساء تمتد هذه الزخات الرعدية تشمل أيضا أجزاء من القصيم وبعض الأجزاء الغربية من محافظة الرياض والأجزاء الشرقية من محافظة أو مدينة مكة المكرمة، وبمشيئة الله تعالى تستمر هذه المناطق تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة تتمثل بهطول زخات عشوائية رعدية من الأمطار. نهار يوم السبت يتوقع أن تنشط الأمطار الرعدية على كامل القطاع الغربي من المملكة، تشمل كل مكة المكرمة، الطائف، الباحة وأبها، وأيضا وصولا إلى بعض مرتفعات المدينة المنورة، أجزاء واسعة من القصيم وحائل، إضافة إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة بما فيها حفر الباطن ومناطق رفحاء. هذه جميعها معرضة لتعرض لزخات رعدية ربما تكون غزيرة من الأمطار ولكنها عشوائية الطابع بمشيئة الله تعالى. نتعرف سويا على الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء غائمة جزئيا بوجه عام، هناك فرصة كما ذكرنا ضعيفة لكنها ضعيفة للغاية لهطول زخات خفيفة من الأمطار. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 26 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقعة غدا في محافظات ومدن المملكة المختلفة، نبدأها من المناطق الشمالية، وفي أسكاكا تقريبا درجة الحرارة حوالي 36 إلى 25، في عرعر من 34 إلى 24، وفي تبوك من 36 إلى 22 درجة مئوية.
المناطق الغربية كما ذكرنا إذن كل من مكة المكرمة والطائف هناك فرص لأمطار رعدية لأول مرة منذ فترة، 31 إلى 22 درجة مئوية في الطائف، 38 إلى 30 في مكة المكرمة، 37 إلى 25 في جدة وأجواء حارة نسبيا، و 39 إلى 28 في المدينة المنورة مع بعض الأتربة المثارة. أمطار رعدية على طول سلسلة الجبال الجنوبية الغربية في كل من الباحة وأبها، تصل إلى 26 إلى 22 في الباحة، 28 إلى 17 في أبها، و 36 إلى 32 في جازان. المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء تصل إلى 37 نهارا 24 ليلا، في الدمام من 34 إلى 26، أما في حفر الباطن فهناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية لكن الأجواء مغبرة بوجه عام من 36 إلى 28 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الوسطى في الرياض من 35 إلى 27 مع أجواء غائمة جزئيا، فرص لأمطار رعدية كما ذكرنا مع أتربة مثارة في كل من القصيم وحائل مع حرارة 33 في القصيم العظمى و 25 الصغرى، وفي حائل من 34 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع خلال ثلاثة أيام القادمة، 35 درجة مئوية في يوم الجمعة، 27 مع أجواء مغبرة كما ذكرنا سابقا، تعود إلى 40 درجة مئوية يوم السبت مع أجواء حارة الصغرى 29 مع غبار خفيف، ويوم الأحد بيستمر هناك غبار ربما يكون أقوى من خفيف ولكن تحت المتابعة حاليا، 40 درجة يوم الأحد وصورة 30 مع أجواء حارة بوجه عام. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. ندعوكم دائما لتحميل تطبيق تخص عرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.